بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل بيته الأطيبين الطاهرين. يا أبناء شعبنا البحراني الأبي، لكم التحية والإجلال بما صبرتم وبما صمتتم، فكنتم بحق شعب الصمود وشعب الكرامة والإباء. أيها الأحبة، إننا إذ نقترب من موعد استقبال العام الثوري الجديد، وبعد أن حددت عاصمة الثورة سترة لتكون محور اللقاء الجماهيري في الأول من شهر يناير عام 2016، فإننا نؤكد ما يلي. أولاً، إن أهالي عاصمة الثورة وجزيرة الشهداء سترة الإباء وفاتحة النصر قد فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لاستقبالكم، وهم أهل الكرم والضيافة فيما ترقب عيون الشهداء من عليائها. حضوركم الفاعل في هذه الفعالية الكبرى التي ستشكل صافرة الانطلاق نحو إحياء الذكرى الخامسة لانطلاق ثورتنا المجيدة في 14 من فبراير. ثانياً، التشديد على أهمية التوافد المبكر لعاصمة الثورة سترة، وعدم الاكتراث لأي استنفار عسكري جبان. وهنا نشير إلى أن الدعوة موجهة لجميع أطياف الشعب وفئاته العمرية، رجالاً ونساءً، شيباً وشباباً وأطفالاً، فالجميع مدعو لهذه الفعالية السلمية الكبرى من أجل بناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا، ومن أجل حريتنا وعزتنا وكرامتنا. ثالثاً، البدار نحو عاصمة ثورتنا سترة في الأول من شهر يناير عام 2016، جنباً إلى جنب وفي صفوف متراصة، لنسجل موقفاً مدوياً بأننا باقون في الساحات مهما صعد العدو الخليفي من حملته الإرهابية القمعية. فلن ترك على آلة القمع البائسة، لأننا أبناء مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وسيبقى شعارنا الأبدي مدوياً في كل الساحات: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وثبت لنا ولهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، البحرين المحتلة.